السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم شباب وشابات في مقطع جديد على قناتكم دارك تون. مقطع اليوم عن عالم غامبول المدهش وتحديدا عن الميسيمين. سنحاول معرفة من هي الميسيمين، أصلها، والداها، عمرها الحقيقي، كيف وصلت إلى عالم غامبول، كيف أصبحت مدرسة، ولماذا تكره غامبول. كل ذلك سنحاول مناقشته في حلقة اليوم، لذلك جهز الفشار والعصير الحامض وتعال لتستمتع معنا قليلا. إذا كنت جديدا اشترك وفعل زر التنبيه ولا تنسى وضع اللايك تشجيعا لنا للمواصلة ولنبدأ. من هي الميسيمين؟ الميسيمين أو كما يناديها الناظر براون لوسي، والاسم لوسي هو اسم من أسماء الشيطان والعياذ بالله، يعني القردة سيمين عبارة عن شيطان أكيد، فهي القردة التي تدرس في صف غامبول والتي لا تحب أحد ولا يحبها أحد أيضا، وكما صرحها بذلك روكي. هل نسيت أن لا أحد يحبك سيدتي ولا حتى أنا، وأنا أحب الجميع. شريرة ذات قلب أسود، وعند الغضب يأتيها الهيجان الخاص بالقرود. ولا تخبروني عن زيها الذي من وقت الذي عرفتها فيه وهي ترتديه. يا عجوز غيريه، أصبح منتنا تابا. وماذا تتوقع من القرود؟ فهي تحب التناعم بالروائح الكريهة، ولهذا لا أحد سوف يقترب منها يا رفاق. أصل الميسيمين. قبل أن نعرف أصل الميسيمين، أولا علينا معرفة من هما والدا الميسيمين. فيا أصدقاء، من خلال بحثي المكثف في الإنترنت عن القرود وأنواعها اكتشفت شيئا غريبا، هو أن والد الميسيمين قردان من جنسان مختلفان. What؟ نعم صحيح، وسوف أريكم الدليل القاطع. الوالد هو عبارة عن شمبانزي، والأم عبارة عن قرد من نوع البابون. كيف ذلك يا داركو؟ فسر أكثر. نستطيع أن نرى الشبه الطفيف بين الشكل الشمبانزي والأنسة سيمين، صحيح؟ صحيح. وأيضا هناك شيء آخر والذي أكد لي أن الميسيمين تحمل جينات قرد البابون، وهو هذا الشيء الأحمر لدى الميسيمين والذي يوجد في قرد البابون أيضا مكشوف. ولذلك فإن أبوها وأمها مختلفان في الأنواع، وقاموا بصنع قردودة شريرة شيطانية لوسي. والمهم، الشمبانزي هو جنس من القرد العليا من فصيلة البشرانية، ويعيش في إفريقيا في دول مثل السنغال ومرورا بالكونغو، وكذلك يوجد منهم في تنزانيا وأوغندا. وأما البابون في الجزيرة العربية والقارة الإفريقية السمراء. يا أخي حاسس نفسي أتكلم في قناة ناشونال جيوغرافيك، تبا لي. ولذلك لا تندهش من أنها تستطيع الكلام والسير مثل البشر، فهذه القرود قابلة للتعلم يا رفاق مثل البشر. إذا تعلم شيئا يصبح فنانا فيه أكثر من البشري. احذروا القردونيات البشريات. والآن عرفنا أن الميسيمين لها أبوين من صنفين مختلفين وفي مناطق مختلفة، ولكن هل عاشت في الغابات الإفريقية أم في غابات أخرى؟ سوف نرى ذلك في المقطع. ما هو عمرها الحقيقي؟ نعم كلنا يا أصدقاء نعلم أن الميسيمين هي عجوز، ظاهر ذلك على وجهها الفظيع، لكن رغم سنها إلا أنها لا تزال بصحة جيدة ونشطة. ويا أصدقاء اندهشت حقا من عمرها الحقيقي، ظننت أنه 1000 سنة، 2000، 10,000 سنة. What the shit is that؟ عمرها أكبر من ذلك بأضعاف مضاعفة، عمرها أكثر من 2,000,000 سنة. Come on me. ما هذا يا رفاق؟ هل هي قردة خالدة في الأرض؟ لست أنا الذي أقولها، بل هي التي صرحت بذلك، فانظروا. You wanna see horrible? 2,000,000 years ago, bashed on the head with a rock. فعمرها يتجاوز 2,000,000، لأنها كانت تحكي عن ماضيها والتي تتذكره، يعني أنها كانت كبيرة بعض الشيء. وهذا ما يأخذنا في دوامة أخرى يا أصدقاء، سبب طول عمرها إلى هذه الدرجة الفظيعة. وهذه مجرد فكرة في مخي لا أساس لها من الواقع. نحن نعلم أن الشيطان خالد ولا يموت، والميسيمين اسمها مثل اسم الشيطان وهو لوسي كما قلنا من قبل. ومخي الصغير يقول أن الكاتب يجعل روح الشيطان تسكن في هذه القردة، وهكذا نرى عمرها الطويل وأيضا أفعالها الشيطانية. وكيف لا تحب أحد؟ ودشت، ما هذا التفكير يا داركو؟ كيف وصلت إلى عالم غامبول المدهش؟ كلنا نعرف عقلية الميسيمين المزعجة التي لا تطاق، والتي أكيد لا يطيقها أي أحد آخر. وفي قبيلتها التي كانت تعيش فيها تم طردها منها، وهي التي صرحت بذلك أيضا. إذن ماذا جرى بعد ذلك؟ في تصريحها ذكرت كولومبوس. ولا وكلنا نعرف ماذا اكتشف كولومبوس. ماذا اكتشف؟ اكتشف أمريكا. إذن الميسيمين كانت تعيش في أمريكا؟ كيف وصلت إلى هناك؟ لا ندري. ربما والدها التقيا هناك وتزوجا؟ لا ندري. أو أنها هي التي غادرت قبيلتها مكتشفة العالم؟ لا ندري. المهم ما أظنه هو أنه عندما أراد الذهاب كولومبوس إلى موطنه، ركبت معه في سفينته وغادرت تلك القبيلة. والأهم هو أنها لم تخرج وحدها، بل كان معها هناك قردود، صديقها القرد فريند بتاعها. قد تتساءل
يقولون هيا يا داركو، أليست هي تحب المستر براون وهناك شيء بينهما؟ صحيح، لكن قديما كان لديها صديق قرد. وأين هو يا داركو؟ هو في المتحف متوفى أصلا ولم يبقى منه سوى العظام، وهكذا كانت تزوره من أجل استشارته في بعض الأمور. حسنا، رأيك لا يهمني أبدا. باي. كيف أصبحت مدرسة؟ انظروا معي، قردة عجوز ولديها أكثر من 2 مليون سنة، يعني لديها الكثير من الخبرة في حياتها عبر الأجيال وأزمنة مختلفة، فلا يصعب عليها أبدا من الحصول على ما تريد. والدليل هو لديها الكثير من الإنجازات التي أخذت منها سنوات كبيرة في حياتها. هذه الكؤوس تتوج مسيرتي المهنية كمدرسة، استغرقت 754 عاما لأجمعها. ومن خلال الإنجاز الأخير الذي كانت تريده، وهو جائزة المدرس المفضل. ألم تسمعي بجائزة المدرس المفضل؟ هنا تغيرت مشاعرها كل التغير من أجل البدء في خطتها الشيطانية الجهنمية، وهي إقناع عائلة غامبول أنها تستاهل أن تكون مدرسة مفضلة ورائعة. وبالتأكيد استطاعت التمثيل عليهم بكل ثقة، حتى أنا وأردت أن أبكي معها، صدقتها. وفي الأخير تبا لقد خدعتكم جميعا. بالتأكيد فعلتها الشيطانة لوسي، وبالتأكيد أيضا كل تلك الجوائز استعملت الحيل لتربحها، وأصبحت مدرسة بفعل تلك الحيل أيضا. لا شيء يصعب عليها. سبب كرهها لغامبول وجميع الطلاب ليس هناك سبب واضح، فكل ما يخطر ببالي هو أن كبار السن لا يحبون إزعاج الأولاد من حولهم ويحبون الهدوء. تعرفون كبار السن، أليس كذلك؟ كذلك كذلك، خاصة في وقت القيلولة ونحب اللعب كثيرا، وعندها يستيقظ الكبار فيأتوننا بالنعال ونشبع ضربا. أوه ماي جاد، لذلك تكره الميسي من الأولاد بسبب إزعاجهم لها ولو تحب الضجيج. ماذا تنتظرون من عجوز ذات الملايين من السنين؟ وبهذا نغلق ملف الميس لوسي سيمين. وإذا كانت هناك شخصيات غامضة تريدون الغوص في أعماقها، أخبروني بها في مكان التعليقات. وإلى هنا نكون وقد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أنها نالت إعجابكم. شاركوها في كل مكان، في البيت، في المدرسة، في الدكان، أيا كان، المهم فجر زر التنبيه يا إخوان. كان هذا كل شيء، كان معكم أخوكم داركو عبدو، مع السلامة.